السيد مدير عام لشركة صدور للخدمات البيضاء، السيد نائب الرئيس، السادة أعضاء جماعة سمارة، السادة القدور شركة سمارة جروب، السادة القدور وموظفي جماعة سمارة. بتواجدي هنايا في هذا الحفل الختامي ديال الايام التحسيسيه ديال الشركه ديال اوزون والمجلس البلدي ديال تماره. سعيد لانه ملي كنشوف هذا الحضور ديال الجمعيات وديال الساده وسيدات نواب الرئيس واعضاء ديال الجماعه والساده الموظفون، هذا كيبين بانه فعلا الحمله وصلت للنتائج ديالها، لمست النتائج، لانه الهدف ديالنا هو اننا نحسوا ونوعيوا كما قلت المداخله ديالي خلال هذا الحفل هذا، بانه مهما استثمرنا في هذا القطاع هذا ملايرس، مهما استثمرنا بالوسائل الماديه والبشريه، الا ما كانش الوعي ديال الساكنه والمواطنين، الا ما كانش الانخراط ديالهم عن طريق جمعيات وتنظيمات واشكال اداريه منظمه، ما يمكنناش ننجحوا هذه الاوراش البيئيه كما كانت، وما يمكنناش ننجحوا النظافه بصفه عامه. ملي كتشوف 80 جمعيه كما جاء على لسان نائبه الرئيس اللي شاركت في هذه الحمله التحسيسيه هذه، هذا على الاقل كنقول الا خدينا غير 5 ديال الناس غنكونوا ضمننا بانه عندنا واحد 400 ديال الناس استفدنا منها، انخرطات وغتكون هي سفيره البيئه ديالنا. هاد 400 تجيب واحد 1000 وتجيب 2000 ان شاء الله حتى نوليو كاملين سفراء البيئه. معنا كان اليوم الختامي للحملة التحسيسية اللي نظمتها جماعة تمارة بالتنسيق مع شركة أوزون تمارة برو، فعالية المجتمع المدني. الحمد لله كان ختام يعني كان داز في أجواء مميزة، كان حفل مميز بحضور سيد المدير العام لشركة أوزون للخدمات والبيئة والسادة نواب الرئيس وأعضاء مجلس الجماعي ورؤساء الجمعيات المشاركة في هذا الحفل اللي كانت تقريبا مشاركة ديال أكثر من 80 جمعية، سواء منها الرياضية أو الثقافية أو الجمعيات السكنية والبيئية. كان يعني حفل عبارة عن تتويج للمشاركين الفائزين، وكان هناك تتويج لأحسن حي يعني جمعية سلات اللي فازت يعني بجوائز، يعني هي يعني كدعم أو يعني شكر على المجهودات اللي قاموا بها في الحي ديالهم، وباش نخلقوا واحد التنافسية بين الأحياء ونخلقوا واحد يعني مشاركة كثيفة للجمعيات، لأن كما سبق لي وقلت في الكلمة بأن هذا المرفق فهو مرفق يعني حساس، مرفق حيوي تيخصو تضافر جهود الجميع المشاركين بما فيهم الجماعة والشركة والمواطنين من أجل الحصول على مدينة نظيفة وبيئة سليمة ومحيط سليم للعيش فيه ولممارسة الرياضة وللعيش يعني في واحد المدينة اللي تكون تطلق بالسكان ديالها.
الحمد لله الحملة كانت ناجحة بجميع المقاييس، وتوجها الحضور ديال الرئيس المدير العام ديال شركة أوزون سي البدراوي، شرفنا بالحضور ديالو وهذا شرف كبير لنا حنايا كعمال وأطور ديال أوزون تمارا برو اللي هي الفرع المحلي ديال مجموعة أوزون للخدمات والبيئة. الحضور كان كثير الحمد لله، وكان تجاوب وتفاعل إيجابي الحمد لله، وكنشكروا جميع المتدخلين وجميع الأطراف اللي نجحوا هذه الحملة هذه. واليوم اليوم الختامي ديال الحملة اللي غتكون فيه ندوة علمية، وغدا إن شاء الله غادي نبداو الحملة التحسيسية الخاصة بعيد الكبير، وهو يوم العيد الكبير غادي يكون عندنا محطة مهمة وأهم محطة عندنا في السنة إن شاء الله، اللي نتمناو لها حتى هي نفس النجاح اللي لقاتو الحملة التحسيسية. وكنناشدوا من هنا جميع ساكنات تمارا باش تعاون عمال النظافة وتعامل شركة وتعاون شركة تمارا برو والجماعة لجمع ونقل النفايات الخاصة بالعيد الأضحى، اللي هي كتكون نفايات كثيرة على غير العادة وكثيرة جدا، وكتكون صعيب التعامل معها وصعيب التدبير ديالها. يعني إلا خرجوا لنا الأزبال قبل 12 الليل ليلة ديال العيد في النهار اللي قبل العيد، وخرجوا لنا الأزبال من بعد 12 النهار نهار العيد، إن شاء الله غادي ننجحوا في هذا الامتحان هذا وفي المحطة هذه كما نجحنا الحمد لله العام اللي فات، اللي ما بقاتش آخر يعني آخر بطانة آخر هدورة، كانت تحديدات إن شاء الله العام اللي فات تحديدات نهار الثاني في الربعة ديال الصباح. وعندنا هذا العام هذا لونجو ديالنا، التحدي ديالنا هو إن شاء الله مع الربعة ديال الصباح غادي نساليو إن شاء الله آخر نفايات ديال العيد الكبير. وشكرا جميع وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.